النهارده يا جماعه هاخد معاكم يونت 18 اللي هي يونت 18. طبعا احنا بدانا في 16 بحالات اف الاربعه، خدنا صفريه اولى ثانيه ثالثه، خد انتوا معاكم الورقه طبعا بتاع الشرح وعدنا كمان من الكتاب. عندي بالنسبه للحاله الصفريه مضارع بسيط، مضارع بسيط وبستخدمها في حالتين. قلت ساعتها قلت في الحياه العلميه الثابته اللي هي القوانين العامه، حياه علميه عامه زائد الهابت العاده الشخصيه. قلت في الحاله الصفريه بس ان انا ممكن اشيل اف ابدلها بمين؟ بوين. وخدنا ان في الحاله الصفريه ان انا عندي فعل الشرط ممكن يجي في حاله الباسيف، يعني لما اجي اقول لك when you boil water it evaporates، لما بتغلي الميه بتتبخر، ما انا ممكن اجي اقول لك when water is boiled عادي. ولما اجي اختار التصريف الثالث يبقى انا هشيل مين؟ هشيل المفعول مع فيرب تو بي، زي ما كنا ما بنعمل في الدرس بتاع الضمائر الوصل. لما بتيجي في حاله الباسيف كنت بقول ان انا عندي حاله الحذف بتاع الضمير الوصل بيكون مرتبط بفيرب تو بي، فيتفضل التصريف الثالث عندي. فلما اجي اقول ممكن اقول ساعتها وين بويلد او اف بويلد ووتر ايفابوريتس. دي كانت الحاله الصفريه. الحاله الاولى قلنا في الاساس بتعبر عن فيوتشر اللي هو المستقبل، قلت مضارع بسيط ويل والمصدر بدل ويل ممكن يجي لي كان او ميد. في الحاله الاولى البريزنت سيمبل او المضارع البسيط اللي ممكن يجي مضارع بسيط او ممكن يجي مضارع مستمر او ممكن يجي مضارع تام. يعني انا عندي ثلاث اشكال مضارع، بسيط مستمر تام، ده في الحاله الاولى بس. طبعا في الغالب بيبقى بريزنت سيمبل مضارع بسيط. الناحيه الثانيه طبعا بلاقي جمله مستقبل بويل او كان او مي بس مع وجود الفاعل. طيب ما لقيتش الكلام دوت وجي مثلا قال لي if you meet علي نقط him this book، هقول انا كاتبين الكلام ده طبعا وقايلين، هقول will give ولا give؟ قال لي will او كان او مي، عايزه فاعل. طب ما فيش سبجكت عندي، يبقى اختار طبعا ساعتها الفعل الامر سواء اثبات او نفي، او ممكن يجي لي طلب او نصيحه او الزام. مثلا لما اجي اقول if you want to succeed you must او you should study hard. الثانيه اللي هي ماضي بسيط فاعل would او could او might مصدر، قال لي استخدامها في حالتين زي ما احنا قلنا. عندي اول استخدام اللي هي الادفايس، لما اجي اقول if I were you I would study hard، دي نصيحه بوجه عام، الحاله كلها بتعبر عن نصيحه. قال لي طب ايه تاني؟ قال لي تعبر عن استحاله في المضارع، يعني شيء مش موجود اصلا في البريزنت. لما اجي اقول لك if I were rich I would او I could buy a car، لو كنت غني انا كنت اشتريت عربيه. هل انا الوضع بتاعي ان انا غني؟ لا انا مش غني وان انا مش هقدر اشتري عربيه، فبالتالي انا بتكلم في عكس الواقع اللي انا فيه. ادم بتكلم في استحاله في المضارع يبقى انا شغال على الحاله الثانيه، لو بتكلم في استحاله في الماضي يبقى انا شغال على الحاله الثالثه. زي ما اجي اقول لك ايه if he had studied hard last year، لو كان ذاكر كويس السنه اللي فاتت كان نجح. ده السنه اللي فاتت، يعني معنى كده ان هو السنه اللي فاتت ولا ذاكر كويس ولا نجح، يبقى انا بتكلم في شيء عكس الواقع في الماضي. دي كانت الوحده ال 16 كده بسرعه، وكنا خدنا كم ملحوظه عليهم. جينا قلنا الفرق بين الحاله الصفريه والحاله الاولى، ان الحاله الصفريه بتعبر عن حقيقه عامه عامه، انما الحاله الاولى بتعبر ممكن عن حقيقه في وقت محدد او وقت معين او حقيقه محدده او خاصه. زي ما جينا قلنا if you don't water plants they die، if you don't water these plants they will die، وهكذا. طيب دي كانت الوحده ال 16. يونت 18 يا جماعه يونت، وانا هعمله لكم ان شاء الله برضو بي دي اف. و لا طب انتوا كده كده معاكم الورقه صحيح، يعني انا مديكم 16 و18. طيب هشتغل الاول من عندي انا باسلوبي، وبعد كده هقرا معاكم الورق وهنشوف برضو في الكتاب.
يونت 18 بيتكلم على الالترناتيفز او حاجه اسمها اوميشن. اف اوميشن اف ديت اللي هي حالات الحذف بتاعت اف، اللي هي البدايل. ايه البديل بتاع اف؟ يعني انا في بدايل انا بستخدمها لو انا ما لقيتش اف. طب ايه؟ نمشي واحده واحده مع بعض. اولا انا عندي اول حاجه نمبر 1 قال لي عندك حاجه اسمها as long as، عندي حاجه اسمها provided او providing، ممكن يجوا لوحدهم يعني هما ممكن يجوا لوحدهم كده، وممكن الاثنين يتبعوا بكلمة ذات. يعني اجي اقول لك provided that او providing that. وطبعا قلنا اول حاجة عندي as long as، as long as اللي هي معناها طالما. كلمة providing او provided that اللي هي معناها بشرط، يعني كل حاجة ليها المعنى بتاعها. عندي في بديل تاني اسمه in the event that، in the event that. عندي on condition that، on condition that. عندي in case، in case. عندي so long as، بدأ هي اكتبها فوق، ادي so long as اللي هي بتساوي as long as اللي هي طالما. عندي only if، only if. قال لي كل دي، كل دي بدايل لاف اهي اهي. يعني انا لو ما لقيتش اف ببتدي افكر في اي حاجه فيهم. بس خلي بالك دول بيستخدموا في الحالة صفرية أولى تانية. آدي أول ورقة أهي أهي، رجعت بسرعة على يونت 16. ده ابتديت أخش في يونت 18 اللي هي البدايل بتاعت اف، أو بتحل محل اف لو اف مش موجود. طيب قلت as long as تاني، as long as تاني. ناس ركز معايا يا جماعه، اللي مش فاهم حاجه يقول لي او يبعت لي او يكلمني. عندي provided providing او ممكن يجي وراهم that، عندي in the event that، on condition that، in case only if. وقلت لك في ملحوظه عليهم بيجوا عندي في الصفريه والاولى والثانيه. طيب بسم الله، لو انا جيت خدت مثال، مثال بسيط كده عليهم، وجيت قلت لك مثلا you can get on time، ممكن توصل في الميعاد، نقط you sleep early. وجي قال لي اختار عندي unless، لسه هنشتغل عليها برضو. عندي provided that، عندي مثلا قال لي فور، قال لي without، ايا كان يعني الروابط. قال لي لا، ابتدي ابص اقول you can get on time، ممكن توصل في الميعاد لو انت نمت بدري، يعني علشان اصحى بدري. يعني اقول لو ما عملتش الكلام ده، ولا بشرط ان انت تنام بدري؟ قال لي لا بشرط. يبقى كلمة بشرط اللي هي provided that، لان انا عندي المفروض ان انا هنا اقول if. طب if عندي مش موجودة في الاختيارات،
قلت له ادور على البديل المناسب. وخلي بالك علشان انا ما عنديش رايت، انا عندي تشويس تشوز، فاللي تشوز ده هيلعب لعبه المينينج او المعنى معاك. يبقى انا واخد بالي ما حدش يجي يقول لي انلس، اقول له توصل في الميعاد. لو انت نمت بدري بتاع إز... لو انت ما نمتش بدري ما انلس معناها اذا لم، لسه هنشتغل عليه. ولا بشرط ان انت تنام بدري؟ يبقى بشرط ان انت تنام بدري. طيب لو انا قلت حاجه تانية مثلا اهو، نقط يو ستادي هارد يو ويل سكسيد او باس، يعني انت هتنجح. فطبيعي ان انا في الفراغات ديت هقول له لو انت بتذاكر كويس انت هتنجح. طب انا عايز لو، اللي هي المفروض اف عندي. طب جايب لي انلس، اذا لم، لو انت مش بتذاكر هتنجح؟ اكيد لا. طب عندك مين تاني؟ عندك مثلا without، بدون، برضو لا. عندك مثلا so، عندي مثلا جاب لي as long as مثلا. قال لي الطبيعي ان انا اقول هنا اف، لو انت بتذاكر كويس انت هتنجح. طب انا ما عنديش اف، طب مين اللي بيساوي اف؟ قال لي as long as. طيب اللي هعلق بس بملحوظه نوت كده عندي، انا قلت الروابط اللي احنا كتبناها في البيج الاولانيه، وهصور لكم الورق ده برضه هبعته لكم، بلس الورق اللي معاك بلس الكتاب. يعني احنا عندنا دلوقتي كذا حاجه، عندي اكن ده البورد، الورق اللي انا شغال عليه اكن ده البورد، وانت معاك ورق برينتد مطبوع، وعندي الكتاب وهقرا منه برضو. طيب الملحوظه اللي انا او النوتس اللي انا هشتغل عليها بعد كده بيقول لي يمكن استخدام الروابط التاليه بدلا من اف للتعبير عن الشرط، وبشكل خاص في الحاله الثانيه والثالثه. طب ماشي نشوف فين ايه اللي بيعبر عن الشرط. قال لي عندي في رابط اسمه supposing اهو، او supposing that، يعني ممكن برضو ياخد that او لا. ايه تاني؟ قال لي عندي imagine that، وممكن تيجي من غير that. قال لي الاتنين دول، هما الاتنين دول معناهم ايه؟ قال لي اول واحدة فوق معناها لو افترضنا، لو افترضنا ان، التاني اللي هو لو تخيلنا، لو تخيلنا. قال لي الرابطين دول، دول بيستخدموا مكان اف للتعبير عن الشرط بس في انهي حالة؟ قال لي تانية وتالت، يعني في الحالتين دول، يبقى الحالتين التانية والتالت للتعبير عن الشرط. طيب ازاي اعمل حاج الدنيا دي هتمشي ازاي؟ قال لي يعني مثلا اجي اقول لك ايه، افرض، افترض ان انت، ثواني يا جماعة، لما اجي اقول مثلا supposing او imagine you traveled، يعني انا بفترض اهو شيء مش موجود، to space، what would you do there؟ هتعمل ايه هناك؟ بص 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 الجملة تيجي ازاي؟ يجي يقول لك كده not you traveled to space، what would you do there؟ خدت بالك من حاجة؟ أول رابط supposing ذات معناها لو افترضنا، يعني أنا بتكلم في شيء مش موجود، بتكلم في إيه يا عم الحاج؟ قال لي في استحالة. ركز معايا وفوق يا مبروك، فوق يا عزب. لو أنا عندي الرابط التاني imagine that،
قال لي لو تخيلنا، يعني انا برضو بتكلم في شيء مش موجود، والاستحاله عندي ليها حالتين، يا تانية يا تالتة، يبقى الراجل ما غلطش، يبقى انا بستخدم الرابطين دول في التانية والايه والتالتة. ماشي ماشي يا جماعه، الناس ركز معايا. طيب معاه لبيب عبد الله، هنا المفروض ان انا اقول ايه؟ اف. طب انا يا عم ما عنديش اف في الاختيارات، يبقى انا هبتدي اروح لواحده من الاثنين دول اللي هي سبوزنج ذات او ايماجين ذات. خلاص يا جماعه الناس فاهمه ومركزه؟ طيب هفصل لغايه هنا وهكمل تاني علشان اعمل فاصل بين كل معلومه ومعلومه.